بص يا جماعة، هل يا ترى النسيان دليل على الذكاء ولا هو الذكاء على فكرة؟ ليه بقى؟ لأن نشرة جريدة الاندبندنت البريطانية قالت إن جامعة تورونتو يعني عملت دراسة إن المفروض الناس اللي بينسوا يا نورة الناس دي أكثر ذكاء ما شاء الله، وعندهم دماغهم يعني أقوى شوية كخلايا يعني في المخ أقوى شويتين ثلاثة. وقالوا كمان إن مش معنى إن واحد بينسى معنى كده إن هو عنده ضعيف الذاكرة شوية، أو إن هو عنده مشاكل ممكن مرتبطة ضيق يعني الأفق. طلع الموضوع مختلف خالص، فالحمد لله يا جماعة كلنا عدينا، كلنا خلاص بقينا أذكياء في القصة دي. وده كمان يمكن اللي أكده أكتر، مين بقى يا نورة؟ ده اللي أكده البروفيسور بلاك ريتشلاند اللي قام على الدراسة، وقال إنه من المهم قوي إنه الدماغ تنسى التفاصيل الصغيرة. يعني إحنا أوقات بنبقى مركزين قوي في أصغر التفاصيل وشغلين دماغنا بيها، ولكن الصحي إن إحنا نبقى مركزين في الأحداث المهمة أو الأحداث الكبيرة اللي بتحصل لنا، أو يعني اللي مش من المفترض إن إحنا ننساها، ونسيب التفاصيل الصغيرة أو الأحداث الصغيرة دي إنها تمشي كده في حال سبيلها. ده ليه؟ ده علشان نفضي دماغنا شوية لحاجات تانية، يعني حاجات تانية ممكن فعلا انها تبقى اهم، بدل ما نقعد بقى افتكر لك من 10 سنين لما قابلتك في الشارع وانت شفتني وازاي ما تسلمش عليا يا فاروق. ازاي صحيح؟ بص يا جماعة، الموضوع يا نورة مش مرتبط بس بالحاجات المهمة، ده كمان مرتبط بالحاجات اللي مش مهمة. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن حد وده وارد بيحصل لنا كلنا، يعني يبقى ماسك الموبايل في ايديه ومعاه او مفاتيح العربية معاك او ايا كان اي حاجة في ايديك وانت بتدور عليها. فطبعا انت يعني المرحله دي ما شاء الله مرحله الذكاء العاليه قوي اللي احنا ممكن وصلنا لها. بس اكيد طبعا يعني هو هنا بيأكد على الدراسه دي، يعني كبروفيسور مثلا بلاك قال ايه؟ قال ان احنا اهم حاجه نركز على الحاجات المهمه جدا في حياتنا بالظبط، لان ده برضو بيدي للمخ القدره وان هو يعني يرتاح اكتر ويقدر يعمل حاجه تانية ويمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه بالزبط. اللي في حياتنا يعني اكيد طبعا هنا ده مليان بحاجات مهمه وحاجات مش مهمة. لا، وسيبك من ان هي حاجات مهمة او حاجات مش مهمة، هو في حاجات بتكون ايجابية، يعني مثلا بالزبط. بتكون في ذكرى حلوة فانا مش عايزة ان انا انساها، وفي ذكرى بنت لذينة اللي هو انا لازم انساها، فاهم؟ فبالتالي لما انا ما بنساهاش او بقعد افتكرها كل شوية، ما ده بيأثر انا عليا انا على صحتي النفسية، اللي هو ليه اشغل دماغي فعلا بحاجة ممكن تكون وحشة حصلت لي زمان. دايما في حتى اكتر من حد او اكتر من شخص اكدوا انه حاول ان انت طول الوقت تشغل دماغك باللحظه اللي انت فيها دلوقتي. يعني ايه اكتر حاجه بتتعب البني ادم؟ ان انت تفتكر حاجات من الماضي او تشغل بالك باللي هيحصل في المستقبل، فانت تحاول على قد ما تقدر ركز بالظبط خليك في دلوقتي. يا دينا. الو، ازيك يا دينا؟ ازيك يا فاروق؟ اخبار الذاكره عندك ايه يا دينا؟ يعني ضايع، عشان كده انا حابه دراستي جدا. انت منورانا يا دينا والله، كلنا مع بعض في الهوا سوا. ايه رايك في الدراسه دي؟ اي حاجه تمدح في اي حد بينسى انا معاها ومؤيداها من يعني بص وانا مغمضه عينيا كده. طب ايه يعني اكتر يعني كفايه طول الوقت كانوا بيقولوا لنا ان الناس اللي بتنسى مش عارف عندهم مشاكل في الذاكره وعندهم مشاكل مش عارف ايه، فيعني اهانونا بيه بس الكفايه. طب دينا، ايه اغرب حاجه نسيتيها؟ نسيت فرح اتنين صحابي. فرح اتنين صحابك قريبين منك؟ ايه؟ قريبين منك؟ كانوا قريبين، وانا مجهزه الفستان ومجهزه كل حاجه، وانا عامله حسابي مثلا ان هو الفرح لسه الجمعه الجايه، اتاري الفرح النهارده. انا شايفه بقى ناس عمالين يقول لي ها مش هتجهزي مش تلبسي مش عارف ايه، فقول لهم يا جماعه يعني اجهز ايه؟ وبكتشف ان الفرح النهارده اصلا، وانا عامله حسابي ان الفرح لسه كمان اسبوع. ده شيء عظيم جدا يا دينا. كانت كارثة جدا، وزي ما شاء الله ذكية جدا. ما شاء الله انت معدية يا دينا. يعني انا نسيت حاجات كتير في حياتي بجد، بس ما توقعتش ان ممكن انسى فرح، يعني فرح بجد. طب ايه اكتر حاجة تانية برضو ممكن تنسيها يعني او مستمرة في نسيانها، يعني زي ايه مثلا؟ بص بقى، بنسى يعني مواعيد الديدلاين اللي عليا، بنسى مرة لا دي حاجة كلنا نحب ننساها عادي. يعني مرة كان في برضو فرصة شغل كبيرة كده مستنياها وعندي ميعاد انترفيو. صباح الفل بقى نسيت. نسيتيه اصلا؟ اصلا يعني هو كان متحدد من شهر، فانا نسيته بقى، اللي هو مش قادره افتكر ان هو كان امتى. يعني طب بقول لك ايه يا دينا، انت حابه نفسك وانت كده وانت بتنسي، ولا كان نفسك تطلعي من الناس اللي هم بيفتكروا كل حاجه بتفاصيلها؟ بصي، شويه وشويه، يعني في حاجات انا ببقى بحمد ربنا انا بنساها، مثلا مشاكل مع ناس، الزعل ده بيعدي بسرعه، فدي انا بحمد ربنا انا بنسى الحاجات اللي هي السلبيه دي، اللي هي بتاثر عليا نفسيا وحش، فدي تمام. صح، دي حاجه صحيه جدا. حاجات مهمه بنساها غصب عني، وده بيدخلني في مشاكل احيانا مع ناس صحابي، زي ما قلت لك ضايع عليا فرصه شغل كبيره،
فيعني بتحصل مشاكل كبيره في موضوع النسيان، ببقى مش قادره ان انا يعني هعمل ايه، نسيت بجد. ما هي باكج، يا اما ننسى كل حاجه يا اما نفتكر بالزبط. كل حاجه مش هنفلتر. وبعدين بقى الموضوع الناس ممكن تفتكر ان انت بتتحججي او بتستهبلي، بس هو أيوة بس مع الوقت بقى اكتشفوا فعلا ان انت بتندي، فبقوا يعذروكي، فاهمه؟ طب اتحطيتي قبل كده في موقف محرج يخص موضوع النسيان ده؟ يعني زي مثلا حاجه الاشهر ان احنا ما نقابل حد ومش فاكرين اسمه، اللي هو ازيك حبيبتي عامله ايه كده حبيبي. موضوع الاسامي بقى، انا مره قابلت واحده في الشارع، انا حد اجتماعي قوي يعني بعرف ناس كتير، بس في اوقات بقى بلاقي ناس بتسلم عليا بجد، انا حتى يعني احيانا انت بتشوفي حد بتفتكري شكله بس مش قادره تجمعي اسمه. صح. او تفتكري اسم تاني. ولا بفتكر اسم، ما بفتكرش الاثنين. فبضطر يعني الشخص اللي قدامي بيتعامل بحميميه قوي، والبنت بتسلم عليا قوي، واللي هو ومامتها كانت معاها وبتعرفني عليها، وانا مش قادره افتكر مين دول اصلا. يا نهار ابيض. فكان شكلي وحش قوي، انا عماله بقى ايه اللي هو كان باين ان انا بجاري الموقف مش اكتر. ما احنا في الحالات دي بقى بنلبس نظاره شمس في الشارع، واي حد بيقابلنا يعني لفت وشك. انا فجاه ماشيه كده ولقيت حد بيوقفني، عامله ايه ومش عارف ايه. لا بصي تعيشي مع الموقف يا دينا، يعني خليكي دايما ثابته كده وقويه وعادي، تعاملي عادي. انت اخبارك ايه يا عم؟ انت كويسه؟ أنا والله وحشاني. ايوه في حاجه بس مهما حاولت يعني بيبان بجد. اللي هو الكلام اللي هو ايه يعني، لا منه ان انت برضه توضحي لقدامك ان انت ناسيه قوي. ايوه عامله ايه، اخبارك ايه، واخبار العيله ايه، تبصي على ايديها لابسه دبله في اليمين في الشمال، خطيبك عامل ايه، جوزك عامل ايه، يعني حاول تعيشي مع الموقف. احنا يا معلم اخبارك انت كويس يعني، تعيش يا دينا، نورتينا يا دينا والله. شكرا. شكرا جدا ليكي. برضه من الحاجات المحرجه جدا خلي بالك موضوع الاسماء موضوع ده. موضوع الاسماء ده صعب جدا. من اكتر الحاجات برضه خلي بالك المحرجه لينا احنا بقى شخصيا على الهواء. لما انت مثلا او حد يبقى متصل زي دينا كده واقول له اسم تاني تاني بقى، فاهم؟ فدي برضه قمه الاحراج، ان انت من جواك انت لحقت تنسى. بس ده يدل على الذكاء، الحمد لله احنا لسه بخير. يعني الدنيا عندنا كويسه. الحمد لله. بس هو فعلا موضوع الاسماء ده، الفكره ان انت في ناس بتكون بتشوفهم كل يوم او بتتعامل معاهم يعني مده طويله. انا في ناس قعدت معاها سنه وسنتين وبنسى فعلا الاسماء، او مش قادره اركز، او رابطه انه الشخص ده ليه اسم تاني. بالظبط. فبيبقى فعلا موقف محرج جدا. وفي حاجات بقى اللي هو انت يعني بتستغبى نفسك فيها، لو انت بقى بتتكلم في الموبايل وقاعد بتدور على الموبايل. يعني اعتقد انه ده مش ذكاء، بس هي الدراسه بتقول انه ده ذكاء. هو هنا لان انت دماغك يعني متجهه في حته معينه. انت بتفكر كل تفكيرك او مركز تفكيرك كله في منطقه معينه، انت عايز انت بالك مشغول بحاجه، وبرده في نفس الوقت بتدور على الموبايل، بس تركيزك مش مع الموبايل، تركيزك مع الحاجه اصلا انت بتفكر فيها. فده طبيعي، بس هي طالما ان انت دماغك بتفضي اول باول كده الحاجات اللي مش مهمه، على ما اعتقد ده شيء يعني كويس، حاجه مش وحشه بالنسبه لنا، وبرده يعني تعملها الى حد ما هدوء شويه. لكن اكيد يعني لما الواحد ممكن بينسى كتير، ده برده انا شايف ان هو مش كويس قوي. ما هو زي ما كانت بتقول دينا كده بالظبط، ان هو في حاجات اللي هو ما ينفعش ان انا انساها. لو في مقابله شغل انا فعلا بسعى لها وبقالي كتير بدور عليها، وان انا انساها اكيد دي مش حاجه كويسه. مش فرح حد قريب مني اكيد مش حاجه كويسه. ولكن فعلا الاحداث السلبيه او الحاجات الوحشه اللي احنا بنمر بيها في حياتنا، اكيد من مصلحتنا ان احنا ننساها كده كانها ما حصلتش. بس المهم ايه، نطلع بالدرس المستفاد منها وننساها. عين جمل كتير بقى، يعني دايما عين الجمل بيظبط الذاكره كده وبيقويها. ودايما يا جماعه بصوا، لو حد عنده مشكله النسيان دي مستمره ومش عارف يتخلص منها، دايما اربط كل شيء انت ممكن مهم في حياتك بروابط ذهنيه. يعني مثلا اسم حد مثلا انت بتشوفه يوميا وكل شويه بتنساه، حاول تربطه باقرب حد ليك، بحاجه، باكله انت بتحبها، باول حرف. يعني دايما اعمل رابط ذهني كده للشخص ده او للحاجه دي او للمعاد ده باي شيء انت ممكن موجود في حياتك اصلا وانت بتفتكره. الحمد لله. بصوا خلاصة الكلام من الآخر، يعني هي الدراسات كلها طبعا كل شوية بيطلع لنا شيء جديد، وبيبين قد إيه إن إحنا ممكن في معتقدات بالنسبة لنا أو حاجات إحنا فاكرينها إن هي ممكن سلبية بتطلع منها شيء إيجابي، ودي من رحمة ربنا علينا الحمد لله. بالظبط. أنا بس حابة أقول حاجة أخيرة يعني تخص موضوع الدراسة دي، إن هم برضو قالوا في الدراسة إن إحنا ممكن نقدر إن إحنا نحاول نركز على نسيان التفاصيل اللي مش مهمة، ونفتكر الأحداث الكبيرة اللي بتخلينا أو يعني بتساعدنا ان احنا ناخد قرارات افضل. يعني الموضوع محتاج تدريب، وممكن بعد كده نقدر نوصل للحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها او عايزين ننساها. تعالوا يا جماعه بقى ايه، نتبسط الفقره اللي جايه. عارفين ان النمانين منممات الحاجات الصغيره اللي ممكن قد ايه بيكون فيها مجهود شاق وجبار لاي فنان تشكيلي ممكن بينفذ الحاجات الجميله اللي ممكن بتبقى مصغرات من اي فن
بيتعمل. عشان كده الفقره الجايه هينورنا نمنومها او منى حنفي، وهي فنانه تشكيليه بتعمل مجموعه مختلفه من المصغرات بقى التشكيليه. بعد الفاصل خليكم معنا.